في انتخاب الامناء في كل شيء غير دابا داكشي كيجي تدريجيا القوانين المنظمه ديال الحرفه جايه مجموعه ديال المشاريع بالنسبه للحرفيين خصهم يستافدوا الاخوان اللي انت تقولوا كنعاود الاخوان راه جايين مشاريع زوينه في قنيطره ديال الحرفيه كنتو توجدوا راسكم وتكتلوا باش لا كتب لكم الله كل واحد يستافد شي حاجه باش تكونوا واضحين راه هذا الشيء اللي حنا غاديين به راه ما غادي حتى شي توجه صحيح كاين جوج الحوايج جوج النقاط اللي بانوا ليا اللي هما مهمين في الاجتماع كاين الالتزام اللي تكلم عليه الاخ كمال قال لك انه يكون واحد الالتزام بقدر مالي والاخت كذلك سميتها قالت لك على اساس انه يكون ميثاق شرف ما بين التجار والحرفيين وهادو جوج النقاط راه مهمين لك حنا بلاصتي اليوم على اساس باش نسمعوا لبعضياتنا كنا نتكلموا صافي كل الله يستر عليك وكنا باش نخرجوا بواحد عدد واحد الافكار كثيره اصلا اللي قاعد تواصل مع بعضياتنا ما عندوش شي موضوع ما درتوش شي موضوع معين اللي غادي نقاش تواصل مع بعضياتنا واخا ماشي معاكم انا نبقى معاكم حتى لوحدنا بلا شرط الاخوان اللي عندهم شي التزامات وبغاو الموضوع لا حرج عليهم هذاك المختصر ما عندوش شي فكره حتى انا باش نكونوا واضحين انا معاكم هنا حتى لوحدنا عمر حنا ما كناخذوا حتى حاجه اللي كنمشيو نختاروا مع الثوب ونضيعوا مع الوقت وكل شيء ما كنقولوش هما اللي الثوب عطينا مثلا الربح ديالنا كما هما كيديو معنا الربح ديالهم هذا حتى راه ديال الفتاه هذا راه ديال الفتاه غادي نضربوا اخوان وانا عندي راه ديال الفتاه غنضربوا مع السلطه حسين اوكي لا خص نعطيك نقطه هذا المقترح ديال الفتاه غنضربوا مع السلطه ونشوف الطريقه كيفاش غادي داش كي غيكون في المستوى اللي ما يضركمش بعد الفتاه وزيادة على ذلك إن شاء الله نحاول ندير واحد إعلانات صغيرين قد هادو يتعلقوا في المحارب ديال كل شخص كل شخص لأن هاد الشيء راه خصنا نطوروا بعضياتنا خصنا نتعاونوا ماشي مع راه كاين بزاف د الحوايج كاين بزاف د الحوايج حتى بزاف ديال العيالات كيتصنتوا في الفيسبوك يجبدوا المراسلين الاعلام هما اللي ولاو داك كيوصلوا هاد الشيء مزيان حنا غنمشيو معاكم باش غادي تشوفوا على فيتا في الحي قليل اللي غادي تدخلوا غتشوفوا الحي تحاولي تكون شي شاده لا تكون تليفون دابا شي مثلا في المحل غتقراها هي اللي جايه عندها التليفون عندنا في محلاتنا داكشي حيت دابا حاليا كلشي شاد ما يمكنش كاين شي واحد باش يمشي اي واحد ممكن غيدخل الفيس وغادي يشوف وغادي يعرف بان راه كاين واحد الكارثه كتوقع غير بغيت نقول لك تعقيبا على هذا الكلام اللي قلتي ان خصو يدير واحد الالتزام في القياده وغادي تسنيه وبهذا الامل ممكن ان يخطئ كل واحد القانون غنقول لك ما منحقكش يدير هذاك الالتزام في القياده لا خياط ولا تاجر ولا هذا عمليه وحده لا غادي نقول لك عمليه وحده خلاص في اطار قانون داخلي ماشي مشكل عمليه وحده اللي تقدر انت تشتغل عليها كجمعيه وهو ان كما قالوا الاخوات عمليه تحسيس تنظموا شاك فوا كل اسبوع لقاء تحسيسي بهالخروقات اللي كتوقع بين التجار وبين الخياطه وبالتالي نحاولوا نجمعوا الاخوان الخياطه مره اللي يجيو يجلسوا ويتناقشوا في المشاكل ديالنا ونوعيهم ما لهم وما عليهم اللي خصهم يديروا اللي خصنا اللي خص الجمعيه مثلا دير
كل جمعيه لو غير كل جمعيه تقوم بهذا الدور هذا في التحسيس راه ممكن نمشيو بعيد كما قلتوا قبيله لا جمعيه تجار ولا جمعيه ديال اي جمعيه حرفيه في المدينه وللاسف للاسف حنا كنشوفوا الجمعيه الحرفيه من اضعف الجمعيات اللي كاينين في قليطه حيت غنلقاو ثلاثه ولا جوج ولا اربعه ولا خمسه غنلقاو ثلاثه ولا اربعه فعلا قانونيين ما تبقى راه باقي ماشي قانوني ما دار جمعه ما منقض امورو ما منقض اوراقي لهذا انا كنشوف ان العمل الجمعوي راه خصو يقوم بالدور ديالو ومهمته لانه العمل الجمعوي هو دابا السلطه الخامسه اللي كتخضع او لا اللي غادي تدير الزجر لهذاك المخ اللي غيخرق القانون اذا راه هنا اللي حنا نتوما كجمعيه السي عمر نتوما كجمعيه اللي على عاتقكم الحل ديال هاد المشاكل والمشاكل ماشي بالسلطه المشاكل منا فينا يعني حنا مع بعضياتنا راه هذاك التاجر السي عبد اللطيف راه كاين هذاك التاجر الا شاف شي خلق داروا هذاك التاجر وهذيك الساعه نمشيو ليه ونديروا ليه غير لقاء اخلاقي يعني غندير معاه لقاء تواصلي اخلاقي ما غنطلب منه لا انني غندير المخزن ولا غندير البوليس ولا غندير هذا لانه هو الا انت راس حاضر راس حسوني انا كنبغي يتحكموا عليا ثلاثه فراسي ولكن ما غيتحماش عليك نهار غادي يحس انه مع قوه عرفتي علاش تحمى عليه حيت على بلاصتنا حنا مشتين لو كانوا عارفين حنا غيدو حدا وقويين راه غادي يخاف حيت نهار السلطه مثلا ملي انت ضربوك ولا داروا اللي داروا وجينا ودرنا واحد الوقفه احتجاجيه ليهم راه ما حتى واحد ما غيبقى يقرب ليك لان حنا راه ديك الشعب اللي كيخاف ما كيكشف نهار كيحسوا بينا حنا راه متكتلين وقوه وحده يكونوا على يقين الله حتى غادي يخافوا منا لهذا انا كنشوف الضوء ديال الجمعيه هو اللي على عاتقها تقوم بهذا العمل هذا السي ان شاء الله ان شاء الله كاينه ان شاء الله هذه البدايه ديال الانطلاقه ان شاء الله هذا اليوم التواصلي والاخوان كما شرط لكم ان كاين مجموعه ديال الاجراءات اللي راه كتبغي شي شويه ديال الوقت حنا المهم الفكره غنمشيو على الدرب كما كنقولوا غنمشيو نتابعوا من اجل باش ندافعوا على الحقوق ديالنا كحرفيين ولكن هذا ما كيمنعش اننا راه ما يمكنش اي باش نتفاهموا مزيان الاخوان راه ما يمكنش اننا غنغيروا داك الشيء باب نهار وليله غير هو الشيء راه غيبغي شويه ديال الوقت ويبغي هاد التكتل يبقى يعني هاد الاجتماعات يتواصلوا اننا نكملوا في المسيره ديالنا على هاد الدفاع عن الحقوق ديالكم وتطالبوا بشي حوايج اخرين اللي نتوما مازال ناقصينكم راه ماشي هذا هو المشكل اللي عندنا بوحدو راه حنا مجموعه ديال المشاكل ولكن هاد المشكل ضرب الناس اي هاد المشكل اساسي شوف راه حتى المشكل ديال الصحه راه اساسي انا كنقول بدايه شوف هذا المشكل راه خايب هذا المشكل خايب الانسان غادي يشدنا حنا مرتو غادي يلقي دوارنا خواتي بيدو فهمتي شنو كاين واش راه فلان سير مرتو سير عند فلان وتقدا الحريم عند فلان هاك مشيت قطعت دابا على ولا حتى هاد القضيه راه كاين بعض الاخوان هنا دخلوا لي حتى في دراري اسمح لي اسمع دخلوا لي حتى في دراري قالوا شي الخياط علاش كيدير خلاص الحكومة على شي هذا كاين شي هذا هما هذاك ما عرفتش شي اخوان هاد ثلاثة حبسوا لي الدراري علاش خياط شي هذا حنا خصنا نقولوا مرتو حنا اكثر من تو ضربوها في 30 سي حسوني اول حاجه وقعات باش تفهموا مزيان هو سي كمال كان يهرب عند واحد باش يهرب في واقع الحرير كان يصيف الدراري انا تنشد على راسي وجا الدراري ديال كمال وصور مول الحرير صور الحوايج ديال كمال باش تفهموا مزيان وقال له تبقى تخدم لي انا بس باش نفهموا نعم تنقول انا في وجهه وقعت هذه القضيه ومشاو الدراري ديال كمال وخدامين مع واحد كان حرير ولا خياط وعاونوه هما اللي بتوا باش تفهمها مزيان خلاصة الهضرة دابا هذه هي الضمور اللي حنا فيها سي باش تفهم واحد القضية هاد المشكل دابا حنا راه طالعين بدا راه ما يمكنش لنا غنجيو نغيرو ما بين ليل ونهار ولكن غيكون من بين الاهداف المسطرة الأولى الدفاع عليها ولا شكون فاهم؟ أنا سي عمر غنديرو جميع شوف شي القضية ديال اللافتة اللي تكلمت عليها النقطة الثانية اللي تكلموا عليها الأخوات ديال الفيس أننا ندير واحد الحفلة في الفيس يعني كاينة مجموعة ديال الوسائل غنشتغلوا عليها وننجحوها غندير بيان سي الكاري غندير بيان استنكاري على هذا الشيء اللي وقع وهذه الفروقات اللي وقعت وهذاك البيان الاستنكاري
غادي تدرجوا في الفيسبوك الاخوان كلهم اللي عنده شي فيس غادي يوصلوا وغادي يبارطاجيه بالتالي غادي توصل للراي العام بطريقه غير مباشره هي وصلت للعموم والناس غتعرف شنو كاين وبالتالي راه هنا غادي تنصح هذوك الناس ديال مولين تو راه غادي يخافوا ملي غادي يشوفوا قلت لك ان نهار يحسوا بكم راه كنغنوا فاق كبيره والجمعيه كبيره ممكن غادي يخافوا اي واحد ما غيبقاش يصيفط مولين تو غيبقى يصيفط شي حد انا خايف انا كنقول لك جميع الوسائل القانونيه غنستعملوها لهذا غتعطيونا فرصه انا كنقولها انا على العاتق ديالي كنتكلم معكم غتعطيوني فرصه غادي ندير واحد الخليه اللي غادي نشتغل معاهم على هذا الاساس هذا لان راه ما يمكنش يدو حنا ما كتصفقش يدو حنا ما كتصفقش ولكن غنحاولوا نشتغلوا ناخذ واحد الخليه اسمح لي باش ناخذ واحد الخليه اللي يشتغلوا عليها على هذا المشروع هذا المشروع غنخدموا عليه هذا المشروع ديال الدفاع على الحقوق ديال الحرفيين في منطقه الزنقه 30 بالضبط حنا غنخدموا عليها سواء بالاعلان سواء بالمراسلات للجهات المعنيه سواء السلطه المهم جميع الوسائل لهذا كنتمنى اننا غير نبقاو فكره واحده ونخرجوا من هنا بالاساس اننا ما غاديش نتعاملوا مع مانيتو وما ندخلوش معاهم في صراعات لان باش تكونوا فاهمين لان فاش كتدخل معاه في صراع كيولي ولو غير بطريقه غير مباشره يسبك ولا يسب صاحب خياطه اخر ولا المهم غادي يخدم حتى هو جميع الوسائل ديالو لان خلينا نقادوا الامور بطريقه حبيه وغنجلسوا مع الجمعيه ديال التجار كذلك ونشوفوا المشكل كيفاش غيمكن لينا نحلوه وحنا راه غنرسلوا كون على يقين بكم انتوما غنرسلوا جميع الهيئات المعروفه على المؤسسات المعنيه لهذا كنتمنى غير ما نكونوش مختلفين حنا هنا حنا هنا راه مختلفين وكنتمنى ان نكون مختلفين الاخت من الشارع تقول لي غادي